صرح عملاق كسابقه مما اعتدنا عليه من صروح القوات المسلحة. إنها كلية الطب بالقوات المسلحة، أحدث الكليات العسكرية التابعة للجيش المصري. كاميرا 90 دقيقة كانت هناك مع الأبطال لترصد رحلة الطبيب المقاتل منذ التحاقه بالكلية وحتى تخرجه. الكلية الحقيقة ساهمت في حاجات كتير جدا من شخصيتي، من حياتي، اللايف ستايل بتاعي نفسه ممكن يكون اتغير. الكلية قدرت توفر لي طرق كتير اقدر اطور نفسي بيها في مجال البحث العلمي، عن طريق ان انا قدرت اشترك في اكتر من بيبر، ورقة بحث علمي، واخلصها مع دكاترة كبار، زائد ان انا اقدر اشارك في مسابقات بحث علمي عالمية. وكما عودتنا قواتنا المسلحة، الانضباط هو سر النجاح، فللطالب المقاتل بالكلية برنامج يومي يبدأ بالاستيقاظ الباكر وطابور اللياقة البدنية، ثم وجبة الإفطار وطابور الضباط، يليه الدراسة بالفصول الدراسية، ثم وجبة الغذاء والنشاط الحر كالرياضة والأنشطة الترفيهية، ثم طابور التمام والدراسة الحرة، يليها وجبة العشاء ثم النوم. أي شيء بيدار بواسطة القوات المسلحة الحقيقة بيتميز بالانضباط والجودة العالية والإنجاز. تأسست الكلية عام 2013، وتدار العملية التعليمية داخل الكلية بالاشتراك مع الجامعات الإنجليزية والأمريكية وفقا لبروتوكولات التعاون، وتهدف لتخريج أطباء عسكريين حاصلين على درجة البكالوريوس في الطب، لإعداد وتأهيل دفعات جديدة من الأطباء العسكريين وفقا لأحدث العلوم الطبية عالميا. حبينا ان احنا كمان نتبنى معايير تميز علشان تخلينا متفردين عن اي كلية داخل مصر او خارج مصر، فتبنينا معايير دولية في كل مكونات العملية التعليمية. المناهج بتاعتنا احنا اخدنا بالرؤية بتاعت سيادة الرئيس ان احنا لازم يكون فيه اكسبوجر للعالم الخارجي، لازم يكون فيه تدويل. احنا فين من العالم الخارجي؟ فعملنا شراكة عالمية دولية مع واحدة من اكبر الجامعات في امريكا، ميتشيغان ستيت يونيفرسيتي، وحاليا وانا بتكلم مع حضراتكم المفروض ان احنا في عندنا زيارة لوفد ميتشيغان، والوفد دوت راجع المنهج بتاعنا، سواء المنهج القديم لكلية الطب اللي هو 6+1 او المنهج الجديد اللي هو 5+2، مراجعة دقيقة جدا من اول تصميم المناهج لتنفيذها لتقييمها. فدي انجاز من الانجازات. مش بس كده، عن طريق برضو الاجريمنت ديت او البارتنرشيب ديت، احنا كمان عندنا ليرنينج مانجمنت سيستم، برضو اول كليه ان هي تستخدمه في جمهوريه مصر العربيه. الكليه مزوده بمشرحه بها عددا من الجثث البلاستينيه المصنوعه باحدث تقنيه المانيه على مستوى عال من الجوده، والتي توضح اجزاء والوان الاعضاء بدقه. الجثث البلاستينية بتتعمل بطريقة اسمها طريقة معالجة الجثث بالبلاستيك. اللون لكل عضو للون بتاعه التشريحي اللي هو زي الطبيعة بالظبط. تاني حاجة ان اصغر حاجة وادق حاجة زي الاعصاب والاوردة والشرايين الصغيرة جدا اللي تكاد تكون مش موجودة اصلا في الجثث العادية، تبقى موجودة وفي مكانها التشريحي. ده بيدل على الحرص بتاع الكلية بتاعتنا اللي هي تمد الطلبة بسبل واسس التعليم الحديثة اللي هي بنسميها التيتشنج ميديا، ومش طريقه واحده، كذا طريقه عشان تزود درجه الفهم والحفظ لدى الطالب، وان هو يكون مش كل الحاجات بيقعد يتخيلها، لا يكون شايف وعارف وفاهم هو بيدرس ايه. ومعظم القاعات مزوده بنظام الفيديو كونفرنس التي يمكن من خلالها نقل المحاضرات واجراء العمليات الجراحيه او المؤتمرات، سواء من داخل او خارج الجمهوريه. ان احنا بندي للطالب فرصة ان هو يتدرب على كل المهارات الاكلينيكية مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما يوصل لمرحلة الاجادة، بحيث ان هو قبل ما يتعامل مع المريض الحقيقي يكون عنده من الكفاءة اللي تخليه يقدر يتعامل باريحية مع المريض. المركز بتاعنا بيحتوي على 13 معمل زي ما قلنا، في 3 قاعات تدريبية مجهزة بخاصية الفيديو كونفرنس، بنقدر ننقل عمليات بث مباشر من
مستشفيات القوات المسلحة أو من خارج جمهورية مصر العربية بالارتباط مع الجامعات الدولية. وللارتقاء بالأطباء المقاتلين أنشأت الكلية قاعات لتدريب الطلاب على الأنشطة الفنية كالموسيقى والرسم، إضافة لعدد من الملاعب لتدريب الفرق الرياضية بكافة أنواعها. وتضم الكلية صالة إعداد بدني على أعلى مستوى من الكفاءة، وتشمل العديد من الألعاب القتالية، كما تشمل الكلية صالة امتحانات تسع حتى دفعة كاملة لإجراء الامتحانات في نفس التوقيت إلكترونيا عبر الإنترنت مع الجامعات الدولية. القاعة دي مجهزة أنها تاخد دفعة كاملة تقدر تمتحن في نفس الوقت كونكتد على الإنترنت، والقاعة دي اتعملت السنة دي من 4 شهور، واتعمل فيها أكتر من كذا امتحان دولي وكورسات أونلاين بتتاخد للطلبة. يقوم على العملية التعليمية نسبة من أعضاء هيئة التدريس المدنيين إلى جانب العسكريين، وتستقبل الكلية وفودا من جامعات أجنبية على رأسها وفد كلية الطب من جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية. الإدارة عندها فكر جديد متطور، فحقدر أن أنا أنفذ الأفكار اللي أنا دايما كنت بحلم بيها في تدريس وتدريب أطباء العيون، منها تغيير المناهج بصورة جذرية وتحويل التعليم إلى نوع من التواصل والتداخل بين الأساتذة والطلاب، وتدريبهم على مهارات إكلينيكية ما كانوش بيكتسبوها في كلياتهم الأصلية. Michigan State University and the College of Osteopathic Medicine is privileged to assist the Armed Forces College of Medicine in preparing young physicians to be the leaders of tomorrow for Egypt and the world. Michigan State is proud to be a small part of developing Armed Forces College of Medicine. وستظل مصر وطنا آمنا بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك وحكمة قادتها. أحيا مصر.